معنا دلوقتي نموذج مشرف لشباب مصر المخترعين والمبدعين واصحاب الابتكارات الرائعه، ومشرف كمان لبلده مصر. والجميل كمان كان هو عضو لجنه تحكيم في المعرض الدولي بماليزيا. نرحب معايا بالمخترع الشاب محمد عبله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد شرف لينا ومشرفنا في عز الشباب. محمد شرفتنا، ومبروك الميداليه الذهبيه، ومبروك ان انت تبقى عضو لجنه التحكيم ان شاء الله. بص يا محمد، انت الاختراع بتاعك اللي هو ابلك، اللي احنا شايفينه ابلكس، اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، يفود ان هو اختراع. ايه بقى الاختراع ده؟ عشان مش عايز احرقك، كنت هقول لك بس انت احرقه انت بقى. الاختراع ده جهاز بتركبه على جانت العربيه، بيحل الخمسه مع بعض. الحمد لله الاختراع ده طورته اكتر من مره. قبل كده كان بيحل مثلا خمسه موديل. استنى يعني ايه بيتحط على جانت العربيه؟ قصدك جانت العربيه بيحل لك خمسه ايه؟ خمس مسامير مع بعض. خمس مسامير بتوع الجنط يعني؟ بالظبط. بيتحلوا مع بعض في وقت واحد؟ مع بعض. ازاي؟ الجهاز بيقلل لك التورك بتاع المسمار، يعني انت مش محتاج توقف عليه او تشد بعزم جامد. انت بتركب الجهاز وهو بمجموعه الدروس الداخليه بتقلل لك خالص التورك، بتقدر انت تحله بسرعه. تعمل الخمسه مع بعض من غير ما. طب هو في الفيديو بتاعه معانا بيتحط كده على خمس مسامير بتوع الجنط، ده بيكسب وقت سريع جدا. وفجاه راح طالع بالمسامير. بس كده الجنط طلع. وبيتعمل على خمس مسامير مش اربعه مثلا. بالظبط. لا ممكن بغير موديل لو حبيت اعمله اربعه، بغير موديل تاني. لكن ده ما بيتغيرش. لا ده بس ده في ميزه ثانيه، اللي مثلا انا بشتغل على الالماني، بس انا عملت فيه برضه تطوير اللي هو بيقفل القطر ويفتح، بس هو يشتغل على الياباني والالماني والصيني واي موديل عربيه، بس يكون خمسه. غير كده بغير الموديل تاني. طيب محمد، يمكن الاختراع بتاعك ده احنا عرفنا ان هو عمل طفره كبيره جدا في المانيا، وفي كلام عليه في اكتر من دوله، رغم انه لو اي مواطن مصري شافه عادي او اي مسؤول مصري شافه هيقول لك ايه يعني انت عامل بتاع بيفك العجل، ما انا اجيب انا الكوريك وافكه بنفسي. عايزينك تشرح للناس برضو ايه يعني ليه الاختراع ده اسهل الناس بره عشان الناس تبقى فاهمه. انا ممكن اقول مثلا هنا في مصر هيفتكروا رفاهيه. تمام. بس انت لو العجله مثلا حصل معاك موقف، العجله نامت على طريق سريع او كوبري، فيها طبعا عارف عندنا ممكن يبقى في طريق سريع وضيق. لو انت وقفت تحل العجله. بالظبط. وقفت تحل العجله زي النظام العادي بتاعنا في وقت، انت ممكن مثلا لو حصلت الموضوع ده بالليل تهيألي يبقى مصيبه، يعني 100% بيحصل حوادث كده. طبعا عشان تعمل العجله وطريق ضيق ما يعديش غير عربيه واحده، لو جت تريلا انت عارف ممكن خلاص الدنيا قفلت. فموضوع حيوي. احنا في مصر ممكن يقول لك ده حاجه يعني فاهم، بس هو بالنسبه لهم دي حاجه مهمه جدا، حاجه سيفتي، اللي انت بتحميني، اللي انا ممكن اتضرر او يحصل لي اي مشكله، اللي انا عشان هقف يعني. يقول لك مثلا بالنسبه لهم طبعا الوقت مهم، احنا هنا يقول لك يعني مش مشكله يعني عادي. بدايتك في عالم الاختراعات بقى ودنيا الاختراعات كانت ازاي، وكانت عباره عن ايه وبايه يعني ممكن اقول اتولدت مخترع. اتولدت مخترع على فكره. ده كويس. ازاي؟ لا يعني من وانا صغير، يمكن يعني ليا انا مش طبعا الواحد بينسى شويه، بس انا افتكر ان انا كان ليا تسجيل كده وانا مثلا طفل صغير ما بتكلمش، بحاول ان انا اعمل حاجه وبدق وهي ما بتكلمش. ليا تسجيل كده اللي انا ما بتكلمش وبدق في حاجات، ف 100% يعني مخترع من نومه اصفاري. المهم بدات اخترع طبعا من وانا صغير وعلم نفسي وكده. قعدت يمكن فتره كبيره ما فيش يعني كانت ظروف البلد كده اللي ما فيش اهتمام بالمبدعين او المخترعين، او ما كانش فيه اعرف حاجات المخترع دي خالص، غير لما كبرت بقى وبدات احاول ابحث على مسابقات وابحث عن ازاي اللي انا اقدر انافس. اول حاجه بدات تخترعها تكون بجد يعني، اول حاجه اخترعتها بجد شفت يعني انا اقدر اخترع؟ لا هي مش اول حاجه، هو طبعا انا برضو الذاكره مش تمام، بس افتكر ان انا في حاجه اخترعتها يمكن دي انا عملتها اثبات، لان طبعا في ناس ما بتصدقكش انك بتخترع. فعملت حاجه يمكن مش عارف ممكن تكون مش موجوده برضه دلوقتي، عملت معلقه بتقلب السكر تحط انت الكوبايه، بس هي تنزل تقلب السكر لحد ما تخلصه، لما تخلص تقف لوحديها السكر لما يدوب. لما يتقلب يدوب تقف لوحديها. دي عملتها مش عارف 16 سنه او 15 او اقل من كده كمان. حلو الكلام ده. طيب نرجع لابلكس تاني. الاول بس قبل ما نقول لك، انت المفروض ان شاركت بيها في المعرض الدولي للاختراعات في ماليزيا. عايزين نعرف منك المشاركه دي جت ازاي، وانت ايه اللي عرفك عليها؟ بس في سؤال سريع جدا، البتاعه دي بتفك بس وتفك وتربط؟ لا تفك وتربط. تفك. طيب خلاص يلا، شاركت ازاي في المسابقه بقى؟ هو انا اول حاجه شاركت في على كده خدها وانا ماشي. قبل ما اشارك في ماليزيا كنت في نجوم العلوم 2010، طلعت الثالث على مستوى الوطن العربي في مرحله الهندسه. وانا برضه مش مهندس، تمام، انا درست الموضوع في مكتبه اسكندريه، علمت نفسي وكده. هو دي يمكن خريجي اصلا؟ أنا تربية، بس ده سيستم حياتي، اللي أنا بتعلم أي حاجة اللي أنا عايزها بتعلمها. فبعد نجوم العلوم كان مقدر إن أنا أسافر جنيف، كنت أمثل مصر، ما كانش في حد سافر من ست سنين، ما حصلش نصيب.
بعد كده جاء ماليزيا، كان اول سنه شهر 4 يعتبر برضه مثلت مصر في ماليزيا، كانت اول تجربه بالنسبه لي دوليه في مجتمع غير عربي، كنت خايف طبعا شويه. الحمد لله حصلت على ميداليه ذهبيه وحصلت على درع الابداع وخمس شهادات، يعني ما بين تميز وتقدير وكده. برافو عليك. طيب تعالى نتكلم بقى على الشهادات اللي عندنا على المسرح على الترابيزه دي كلها. ده على فكره انا قلت لك على اول السنه، أول الحمد لله ثاني مره امثل مصر ثاني في من اسبوع كده، يعني خدت في اخر السنه يبقى كده امثل مصر مرتين. المره دي الحمد لله كانت افضل، انا كان يعني كان نفسي اللي انا ما اقلش عن مستواي، لان انا على الاقل اخد ميداليه ذهبيه بس، ده كان نفسي اللي انا اوصل لك. الحمد لله ربنا يعني اداني زياده، خدت 3 ميداليات ذهب، خدت دبلومه في الاختراع، خدت تحكيم في الاختراع. الحمد لله الحاجات دي طبعا ادتني دفع جامد ان شاء الله. يعني هو في برضه تمثيل لمصر تاني، كان في جامعه الدول العربيه كان عامله تبع بتاع ده مسابقة ابتكار في السعودية، كانوا طالبين مخترعين يقدموا، فمن كل دولة بتقدم ناس وتبدأ الـ بتاع ده معرض ابتكار بيبدأ بيصفي وبيختار حد يمثل كل دولة. جميل. الحمد لله ليا نصيب اللي أنا همثل مصر برضو فالسعودية إن شاء الله أول الشهر الجاي، يبقى كده تمثيل مصر 3 مرات. ما شاء الله ما شاء الله. حلو. تكلمنا بقى على اختيارك كعضو من لجنة تحكيم جادج. الحمد لله كان موضوع لجنة التحكيم ده أول مرة بالنسبة لي، كنت قلقان جدا. وبعد كده يعني انا بعتبر التنافس ده بختبر بيه نفسي، بشوف مستواي ايه. انا قلت خلاص يبقى انا ممكن محكم او مثلا مش لاقيه محكم، بصراحه الواحد تملي بيشك في نفسه. يعني الحمد لله كنت بحكم 15 اختراع، لقيت ناس تانية محكمين معاهم 5 أو 6، انا كنت بحكم 6 اختراعات دوليه، بحكم 6 طلبه، وبحكم اختراعات 2 بالسعر والتكلفه وحاجات يعني صعبة شوية. الحمد لله أنا كنت تحكيمي صعب، أنا كان صعبان علي الناس اللي حكمتهم بجد. الحمد لله أنا كل يوم مثلا ببحث في الاختراعات على طول، هي حياتي كده البحث وال. معانا الصور اهي من المسابقة. إيه دي كانت في ماليزيا؟ دي كانت الاحتفالية الأخيرة في ماليزيا. تمام. مهرجان، بداية المهرجان يعني، بداية الاحتفالية بتاعت المسابقة. ده توزيع الجوائز ولا؟ لا ما كانتش جوائز دي، بس دي التحكيم. دي التحكيم. طب انت يعني كنت بتبدا ان انت تتعامل ازاي مع الشباب اللي كانوا داخلين المسابقه، وبتتعامل ازاي مع اعضاء لجنه التحكيم، وكنت بتختار وبتقيم على اساس ايه؟ يعني انت قلت لي كلمه عجبتني قوي دلوقتي، بتقول لي ان انا كنت دائما ان انا ادور على الاختراعات الجديده، ودايما بخش على الانترنت وبشوف الجديد ايه، وبحس ان انا ابقى متواصل مع اللي بيحصل. بالظبط. هو بالنسبه لي طبعا عشان انا الحمد لله زي ما بقول حياتي كل يوم بحث، يعني ده غير ان انا مشترك في حاجات بتبعت لي كل يوم، لازم اعرف كل جديد موجود. فبالنسبه لي سهل التحكيم، اللي انا مثلا بشوف الفكره مش بشوفها لاول مره، على ممكن الاقي حاجه مثلا متشابهه لحاجه ثانيه. في افكار طبعا كانت ممتازه جدا، يعني في افكار، يعني في واحد عامل مثلا مفتاح بتركبه في اي طبله او اي قفل، مفتاح واحد يشتغل على 10 حاجات، تمام؟ فلو ضاع منك المفتاح ده تجيب مفتاح ثاني من نفس النوع اللي هو عامله، تحطه وتشتغل بيه 10 حاجات، يرفض المفتاح القديم اللي ضاع بحيث ما حدش يلاقيه ويشتغل بيه. في افكار كده تحس فعلا، يعني الفكره دي بصراحه يعني ما جمعتهاش. في افكار انا اي الحمد لله اي فكره حتى في عربيه تكنولوجيا جديده بقعد افكر لحد ما اوصل ازاي، بس دي الفكره لقيتها يعني جامده. ده حكمته، ده كان تايواني، الفكره بتاعته كانت ممتازه جدا. في طبعا في افكار كويسه وفي افكار مثلا بحس هي عاديه. رائع. مش والله رائع. طيب يمكن انت كمان اسست في اسكندريه ملتقى المخترعين الشباب، تكلمنا عنه وايه فكرته وبيعمل ايه؟ ملتقى الشباب ده هو برضو جاء الفكره اللي احنا في اسكندريه عندنا يعني ما عندناش انشطه كتيره للمخترعين. طبعا انا يهمني ان انا يعني اتشاور او اقعد مع مجتمع مخترعين، زي ما انت لو انت مثلا مخترع وقاعد لوحدك والناس الثانيه بتفكر في حاجه، فانت هتبقى شكلك منبوز بين الناس. فانا فكرت عايز اعمل مجتمع، نفسي اتعلم من انت، يعني حتى الاصغر منك لو قعدت تتناقش في مناقشه بتتعلم منه. فكنت يعني كان نفسي الاقي حاجه، احضر مثلا حاجه تعلمني فكره او معلومه جديده. فبدات ان انا اعمل ملتقى المخترعين. الاول عملت بيج على الفيسبوك، الحمد لله دلوقتي وصلوا 4800 اعتقد. الحمد لله على مستوى العالم، يعني مستوى الوطن العربي اصلا، قابلت ناس برضو استفادوا منه حتى كشغل على البيج وكده ومعلومات. تاني حاجه في اجتماعات، الاول كانت في مؤسسه، بعد كده دلوقتي الحمد لله بقى عندي مؤسسه خاصه بيا. بقى الملتقى ده مجانا، بنبدا نتناقش، يعني بعمل محاضرات مثلا، كان بتكلم ازاي تفكر، ازاي تخترع،
ساعدوا بعض وطوروا بعض وتساعدوا. ممكن اي حد تاني ممكن يجي غيري برضه يتكلم عن معلومه جديده او فكره جديده او حتى من الناس الحضور يعرضوا افكارهم. جميل جدا محمد، متشكرين جدا انت كنت معانا النهارده بجد، كان شرف لينا وشرفتنا في عز الشباب، ونتمنى لك يا رب التوفيق كمان وكمان. توفيق يا محمد ان شاء الله.